أيثنا سويثنا الزوار القراء الموقع ريفتو داي نطحب بزيكم نهارا أيجن حلقة جديد من برنامج ثغي ميت بعد أيجن غياب ضمقرا شي حاجة لظروف خاصة نعقبد نهارا باش نسيور الموضوع الزلزالي وثين المنطقة نعرف مؤخرا الموضوع عوانيتي نستضفد أيجن أستاذ متخصص بعلوم الحياة والأرض الأستاذ عبد الحميد توفيق طحب زيك نهارا سي حميد زوان بدا سقسي مزيارو مرض خصنا ناخذ شي ولد كيجي التعريف ضام مزيان الظاهره الزلزال من تاعنا جيد اذا ف اذا بدايه اذا نشكركم نشكر الموقع يعني لان دائما الاعلام والتحسيس في اي موضوع مهما هي الموضوع تلقى شي الاهميه الطبق راه فبالنسبه لنا الزلزال من هزات الارضيه تمدث دائما الى الحير الانسان تكسر مجدد كمانايا يحاول تم عبر التاريخ اسيو شي مجموعه من التفاسير الى تعتبر حاليا تفاسير خرافيه لكن تم مع بدايه القرن العشرين تم يقترح يجن العالم يشد يجن الفكره ان تم القاره تجي تشكل الكره الارضيه لو وصلت بالوضع هي قاسم حاليا الى جد وقيلا الى منبج القاره الكتله ذي اجتماعيا بعد بعدت خيوية ولكن تم النظرية إني إلى اسم تزحزحة القارات تم وتوارفض لأن أنت يتمكن شيء في جنر جنر يتمكن شيء تم هذه في السر القوة جسم هزان كتبنا القمة ميات فيما قمة القمة النظرية إني مرفوضة إلى منتصف القرن العشرين تم بعد نهاية الحرب العالمية الثانية وقعت شي دراسة تشتغل وفهم بأن تم فعلا تم الكتلة من القارة تميرة وغاسن تقول الوضعية هي غاسن حاليا توصح النظرية وشد النظرية الجديدة قناص تكتونية الصفائح حيث أن الكرة الأرضية تم تكون مجموعة من الصفائح الصخرية ولكن الصفائح الصخرية تم قعدار رصدين في خصيصي متشكتشكت وخا كل الحدود جات الصفائح تعرفوا تم النشاط إما تم الحدودية تميز لك ثلاثة أنواع الحدود إما ديري مثلا الحدود من إجن الصفيحة تما الحكوة سواد ديال الصفيحة بالضبط تما بحال اليابان بحال مثلا تشيلي الصفيحة الناس كتبقى سواد ديال الصفيحة هذه المناطق اللي تشهد معاها نشاط زلزالي نزل تازكي الدرجة الأولى توضنا 9.5 كي سلم ريشتر ذين الحدود نظن النوع الثاني ديال الحدود انتث تما القراصنة اللغة العربية الدروات وسط محيطية تما انتث الشين في السيشن ديال وسط المحيطات لكن نشاط بركاني ما يتاريخ زكسن تاريخ الصهارة زيبر النوع الثالث الحدود هي حدود ما اصطدام اثنين صفيحتين عمل حالة نور شنين شنين تما قرانا بقيت غاسب عدد شنين مثلا على الصفيحة الإفريقية اصطدام أك الصفيحة الأورو أسيوية إلى بعد إلى أكثر إذا سقسي وانتي ما غير يعني المنطقة غريف تشهد أغاز ندور إذا تما جميع الحدود من الصفائح تما تعرفوا يجي النشاط الزلزالي كذلك تعرف تما نشاط بركاني خاصة نشاط بركاني تما قيل من مناطق الاصطدام وداك الشيء شي بزاف في حالنا ولكن قيل الحالة للانغراس تما انغراس صفيحة حتى أخرى من حالة اليابان من حالة الشيلي البيرو فذات تما بالإضافة إلى نشاط زلزالي السنة يجي النشاط بركاني جنمية جن مهم ما غاغانغ يعني بالنسبة للزلزال إذا مدى الحدودية يتوقع لك الضغط مزيان نسيور دير الوسط المحيطية تما في خصيص دير الوسط المحيط العمق المحيط تما ذي دوران دو قرانا سنتج نشاط بركاني تريد المواد منصهرة منصهرة تريد زي الرداء العلوي تما الكرة الأرضية من هي المحيط من المحيطات هنا خلف المتوسط ديك الزمانية المتوسط لا المتوسط وداك الشيء تما شي ناس قال المحيط الأطلس المحيط الأطلسي المحيط الهندي المحيط الهادي تما أنت في ثم تما يمكن مرة نستعرف بعض من الصور أنزل الموقع أنت تنسى السنين إذا داريت الصهارة مرمي التاري طوغ الدمية طفغا برا تسعونا زي نحيط نحيط نظام تما تا القوة يقيس نهزان الصفائح إذا الصفائح كيما كان نظام على حسب تما الكتلة نسيت ما راه مسرقة نتنايا نيش تنظر في النظام ثنا كيقرب أتهوى
ماروسي تي الصفائح اللي غاسن نفس يعني الثقل الانسان نفس الكثافه الانسان تما ورديش ما تهوى من غاكان امساكان برمي غامساكان تشكل لا تشكل الثلاثه الجبال يقي الحالات انت المنطقه ناريف خصوصا المركز الزكاه قناه كي تزدي جزيره البوران اللي ربح اذا شنو نروح من شنو نديرو اذا شنو نقي الحاله الاستدامه قناه الموقع الاستدامه جات صفيحتين الصفيحه الافريقيه الصفيحه الاورو اسيويه الاستدامه الجوز الجديد اللي بدا تما زي نهايه الزمن الجيولوجي الاول وبدايه الزمن الجيولوجي الثالث يعني سواء اختزي 66 مليون سنه كما يبدا الاستدامه سامحني سي حميد السؤال بعد السياقه ونتي بعد تصريحات من رفقين ساله منين من بلي راس العلاقه الفساد الاخلاقي الى المخدر تباس شي العلاقه المنايا بالنسبه للمجال بالنسبه للمجال العلمي تما تلقى تصريحات الشكل لا كنزاري تما تعبرت يمكن تعبرت خيجن الجهل التام الناس العلم لان يعني الله سبحانه وتعالى يخلق تما الكون يخلق السجن النظام يخلق طريقه مخدر تما الكره الارضيه مفلسيه تخدم عاود مرة ديك السيمانة يعني كان معيار ديال المناطق ديال المغرب يمكن ماني قلت عايش الثاني غد مراكش ديال كازا اجني وقع تريبل مينيمو ديال المناطق ديال العالم توقع ذاك الاعتداء امية في البشر شي بطريقة فظيعة جدا تما لا تما هو بالنسبة للمجال العلمي تما تفسر الظاهرة مخ توقع علميا تحاول تما سنافيش تفسير علمي بطبيعة الحال الانسان ما راه جاهل سجن مجال أمي ذاكاس طبعا أسيو شيء تفسير الجنمية يمكن أن تعتبر عن شخصية تفسير خرافي إذا فعادي أن تم أكثر من هناك تازي 66 مليون سنة زبون يبدأ الاستدامية الاستدامية وجبون يعني وجبون القارة الإفريقية وجبون الصفحة الإفريقية الصفحة الإفريقية الصفحة شبه الجزيرة العربية الصفحة الهندية إن كل شيء قاعدا تراديشت استضمنا الصفحة الأورو أسيوية وبالتالي مين دارو واش كان نتيجة وشين انا سلسله جبال السلسله الجبليه الالبيه جيبو جبال الالب السلسله الجبليه الالبيه ذاك بطبيعه الحال جبال الالب ذاك الاطلس جبال الاطلس المتوسط اطلس كبير الريف الاوراس الجزائر الهيمالايا الى كل شيء تشكلت نتيجه الاستدامه هي عوائق مستمر يعني السلاسل الجبليه بين سيدنا زاكي المغرب الريف أطلس متوسط أطلس كامل اثنين تما تعتبرت جيولوجيا سلاسل جبلية حديثة في إطار تما عاد تشكل الاستدامية كانت في الإطار تشكل مثلا الأطلس الصغير لا الأطلس الصغير تما أنت ذاقهم أنت تشكل أنت تلقى الحالة من هي إذا مادا مش قرا منطقة الاستدام شني الصفيحة الإفريقية الصفيحة الأورو آسيوية فصلا رجل الصفيحة الطامزية في ربحة هي صارت تما تعرف بصفيحة البوران نعم البرهان جاء مع البرهان تما باش نحدد المجال تما يجد صفيحة بحرية طرزية جرانا وشنين أوروبا تازي مضيق جبل طارق حتى مرة نروح وهران خلق يجد الخط في اتجاه الشمال تما جزء أيام تصبح البرهان الأستاذ خصوش سقسي غينا نتسرى غموك بعض الجرائد الوطنية سيقول انتك تسونامي ممكن هذه وقع ذانيتي ناث مكتوري صحة ما يا إذا ذا تما أزوغ هذا القصر حيث نقطة مهمة أن مرمي نتسقسات من المتخصصين يعني مزالة زي الجيوفيزياء إلى آخره تما بطبيعة الحال العلم تما أنت نسبي جوش نحاشي الجهة مطلقة تما مرة نسقسا مثلا مرة نسقسا يجن العالم زلازل متخصص باحث متتبع وقال الناس مثلا ذا شنو قال حسين ما يمكن انا غادي يصير زلزال ضار قرا سجن هنا فانت اكيد انت راه جاوا يعني قال منطقتنا يعني حسب يعني الاطار التكتونيمي جا تما يجي المنطقه مصنفه منطقه ذات نشاط زلزالي متوسط لكن وزمان مرني اسمه لكن الاستثناء يتجري كل شيء يعني تما مادام ان يعني الادوات العلميه واذا ما تمكنش وحاليا تما نحدد جميع العوامل المتدخله في الزلزال باش نسمى الوقت والتضليلات غير ممكن العلم غير ممكن حاليا ثاني وجوه المشكل تما بالنسبه للعلم اذا العلم ديما يقراهمش تما الطوارة اذا بالتالي اجن حاله تما اجن زلزال استثنائي وزمات منفى ولكن عاود زما خصنا نركز خصنا نراجع التوابع قاتما مثلا
اضحى صفا غضر بالداسه تما قايو صفا غضر بالداسه واحد ولكن يمكن شي نجنا ديك الاكسيدا صحيح الاستثناء لازم ماكسيم كاس. بالنسبه للموجه التسونامي تما على حسب يعني الدراسه في المنطقه خاصه بالنسبه للمعادن الجيوفيزياك اسبانيا باش هذه وقعت يجي موجه تسونامي يخص على الاقل تما الشده الزلزال طول 6.5 يخص افخسيس يعني الفارق اللي غادي نهز يخص غادي نهز عموديا يحل المكان عموديا افقيا ثالثا مؤخرا اللي وقع اللي تما الفارق اللي تنهز افقيا يعني ماشي ليه احتمال ويجي تما ماني نوزري شي لكن من قانونات الجيولوجيا قناه مارة تما يوقع إجن زلزال في الصفحة تما الألبورة نزيج الدرجة تما هي فوق 6.5 مارة الفالق الني ينهز عموديا ذين إجن الاحتمال هذيك إجن الموجة ولكن الموجة هي مادام ربحة تما وتجيبو قران جنب الضفة الشمالية الجنوبية تما مريش كلشي للموجة في حال تما مرة طوفان تقع شروطو غيش كلشي للموجة الموجة هي زعما تريش الموجة تما قران تما يوقع في آسيا بطبيعة الحال مثلا مثلا ديال الحسيمة وزعما شكل شي خطورة تماما مازال سيت نوارا يمكن هذه اللي تسمى شوية تهديدة بها بعض المناطق الجمو الخفيضة مثلا تطوان مرتيل مرتيل إذا يمكن تسمى هذه وقع شوية شوية إذا الاحتمال التسونامي ذاك المنطقة زعما زادك تضرر في واخا في حالة بالنسبة للحسيمة ولكن الناس مثلا سوالي كذا ولكن ملايا مرمى غنوقع تسمى الناس مرتو فاك شروط درجة تسمى فوق 6.5 تما الفالق ني ايش الاحساس هذا يخدم شي الفالق عمودي من عموديه بعدين كذلك مثلا بعض الطريقه نطرح السؤال مثلا قراك تما يعني ما ممكن المنطقه تسجل الزلزال ضم قران بزاف المهم ذا تما دير لي تصريح راه كاين تما المعهد مالاغا ويمكن يوقع شي حاجه فهمت شويه تما شي حاجه خاطئ تما النادي اثنين نظريا تما سوا نظريا على حسب الحسابات الرياضيه تما اقصى تما زلزال غير وضر كل يوم 7.5 ولكن تما من منظر الشروط الماء يعني قاع الفوالق الجنب المنطقه يخصنا اننا نهز في نفس الوقت في نفس الوقت ملي جات تما علميا جد مستبعد ما يجيش مستحيل ولكن تما فريمون جد مستبعد الاستاذ الاخ خاصه باش تسقسي سؤال اخر يعني إجن منطقة مختلفة منطقة ناري في الريف الأوسط الحسيمة الناظور روخا خليت جبارين اثنين طوف اثنين ناف يعني روخا كوادي توثبت وسنخشي مع علميا رغم بحكم التجربة هذه المنطقة زلزالية من عنا الإجراءات نغض النصائح يمكن بناء من تقدمي السلطات يوري السكان يغد تخدم كاحتياطات يعني مستقبلا سؤال مهم بزاف لنا مغرب لنا بالنسبه للمنطقه يعني قبل ما يوقع زلزال 2004 قبل ما يوقع من 94 الى نسب لنا في المنطقه تما المغرب يمكن بان ستنا الصحراء قال المغرب تما داير منطقه زلزاليه متوسطه تما درجه متوسطه تما الحقيقه ملايا رجع تما الناس ملايا ملايين السنين ملايين السنين اكادير حتى الاجداد مثلا كيدو رينا راس انت رينا القديمين يعني على حسب يعني المهندسين ميان البناء يزوروا المنطقه تجرب بعض المهندسين وفين تبني احتياطات وفين بنا دين دين مؤشر كير بني تظهر بنا تحاول تما تقاو من الزلزال يعني رجع مادام تشقاص ديما مادام ان العلم حاليا وزعما غادي يتنبأ في المستقبل في الوقت مثلا سمعنا على الزلزال زعما غادي مادي وشا مازي سنه 500 سنه هي زعما راه يعني ما هو ميزيزار ما غادي ينهى بريك ميزي تاع بزاف يبدا تسقسا تما تركز ما مدين شي طريقه تنبؤ الزلزال ولي تجي شي حل يلا صغير اليابان غاصن انك شي الجهاز يسحس 10 ثواني 10 ثواني باش مثلا نولي الزلزال الاخر اللي وقع قال لي يا ما نسى ديال التسونامي الزلزال من الفالق اللي قال لي الزلزال نتا على حسب الحسابات ديالنا الحسابات مثلا راه غاصن تما المنطقه المي تما غاصن الاحتمال ضعيف باش يوقع ممكن يوقع يعني تما من يتصهد بينا العين حاليا غير قادر تماما هذه حد ما بالضبط النهار التوقيت المكان يمكن هذه الدراسه سيني في المنطقه الفلانيه محتمل يتهيا لجن الزلزال يتهيا مرمي ما ديرش الشعب مازال 50 سنه ما 500 سنه مرمي السواب
فالظواهر اللي تنطبق في الكره الارضيه سواء محصوله الجيولوجيا عباس ملايين من السنين تما جن عام 500 سنه تما وزار وجمع حدد له. اذا بالتالي من يتغيم يتغيم تما ما راهش تستخدم العقل انا شابري اللي انا زوج تما ما ممكن كان ممكن ونتنش ما بين الزمالك نسال نسوي شنو داير فينا احتياطي تما انت كيف فينا مزيان ما ما مثلا كيورينا شنو ديك السقف السقف باش نحنا دوتي ونزار يعني احتياط هي الاحتياط هنا يعني. اذا انت عايش في المنطقه السن يعني انشطه نشاط زلزالي تهيئ ايديك تما قبل خصك تقول الثقافه نيشان الثقافه المواطن الثقافه المسؤول الثقافه الدوله تما تري الثقافه هي انني شي نقرا لي المنطقه الزلزاليه احسن السوجي السوجي تما زار تما ما نمشي التفاصيل اللي بزاف من الحوايج ولكن يمكن نركز على شي تسخل الناس ما هو مرتبط مثلا بالدوله إيه؟ أنا تما البناء مراقبة البناء تما مراقبة صارمة الرابع ناحية تما الجودة المبنية المبنية مثلا الجودة المبنية المناطق ما يديش نهار المناطق ما غادي مثلا أنا نشد المثال اللي مزعون مثلا 2004 حيث القدس قعد لك بزاف من الظواهر تما خاصة قناص تما الفرنسيس قناص ليكيفاكسيون دو سول نزرع دويرين هوات تما السفلين يعني الكراج اللي هو سواد دير نواط ميزي تما الارضيه اللي راه وصلت يمكن ممكن لاكس نبنا ولكن شي شي الهندسه دور ماشي طريق مهندسي المهم تكون شي العيوب مشكل ثانيا تما بالنسبه يعني الوقايه المدنيه في اثيري غاسم تما دينيجن مخطط للتدخل في حاله مثلا يوقع نستخدم المخطط الطاقه اللي وجدت الماتريالي اللوجيستيك ينسي وجد كل شيء وجي عاد جود كل شيء البارحه رباط سكاد حتى بالنسبه لشقاص حتى بالنسبه للمسؤول مثلا يجني ديك الاسعاف نغضب بين عينات يخسر انت تما نهمر ما غيوقع ميزان عن طريق القرار مثلا وجود دافع حد ولكن تما تحاول الغادي لهم منصف مثلا يجي المسؤول يوقع الهزه الزلزاليه انت سير فينس ويجي شي تما السنوان والزلزال غاصلا وينس منين انت كيك سيتون وين سي طاحي الساكواريد ولكن من تجي نقاس نشني ليج الاليه ما غادي تطمئن تاخذ وينس باش انت غادي حاضر فوق الميدان غادي حاضر يخدم يتغيما كذلك تما المسالك خصها المدارس نجزر غير المدارس يعني مجموعه من المشاكل ديال المدارس يعني مثلا خصها يوقع يعني تثقيف ديال المجال الكوني في حاله وقوع التدريب ديال المؤسسات التدريب اللي بان وقت الاخت غاسن تصورت ديال المناهج الدراسيه هي كلشي تقال توقعت تما زرا الدول تما الاغلبيه الدول هي تقال لي قران لي سيمولاسيون يعني باش نسن مخنا كان فورم في حالات كبار باش نتوقع شي الاستدام كيفوافنا الاستدام كيما مرات دير بعض البنايات لبعض المؤسسات بعض الثانويات دير بعض البنايات تما مرة الله يحفظ وقع سوزير دير محضان كذا شي وقع الدشاق قايم كنشرب بعض هذين لقد تروازيام ايطاج مزيج مبروك الفاليزي كان قايا ويا قد دروج يمكن بعض هذين فكا غير الضوء اذا يحسن كلشي احتمالات روحني تغيما الانسان كي يدير دهنس كي يدير دهنس في السنه 57 كيمياء ونخرع علينا هي نفسيه هي اتي السمين غايه وتيفن شقياويه مازال يجن النسبه الطام قرانت 100 الحاله في استقرار من المستعجلات للزلازل هي وذا تما عجنه الدجاج وفي الزواج وفي ولكن من ما يوقع يتوقع تما التكوين التحسيس التدريب كذا الانسان تما يتري قادر انه في حاله مثلا وقع الزلزاليه انه يتصرف في شكل يتجن يجن سليم كي كي ذا الداث حاولت تما كل بنادم كي ذا الداث تيسن ذا الداث ينسم له مثلا ديال بعض الماريا واثم يا يمكن المرازار يمكن الضوضان الضوضان في نيكسي ناس كاع شي كروشين نقرحيو باش تصور مليح تيري الغنى كي دوري لي فاز لي ديكور كذا شي منيو عرام منيو عرام كذلك تما نحاول نثبت هذي تما ني غادي نشك خاوي جاب عندو راه ملي توقع تما وطنت من هنا يطرا يتنقضى على الطور يرسل نقضى شي ولكن كاع فين راه باين يقضى جاب بزاف يبدا غير زي تحت الزرع الشر خاص يجرح تما توقعت مشاكل ذين تما
إذا تسمى ماشي هذا الخصام أنايا إخسات المراقبة صار من نجبني الطريقة نجبني المكان نجبني السلطات إخسات ريجن مخطط للتدخل تسمى الحالية مخطط إخسات نسل كل شيء شيء كمواطن توعية داخل الأوساط الدراسية تفاصيل من غيرين قلت تسمى قلت برنامج إخسات إخسات كل شيء أنايا من غير قلت المدارس مثلا بالنسبة للتوعية التدريب كذا يمكن مثلا الأمر متوقع الزلزال إجن الإذاعة المحلية أنا راديو باش نسيو نروش المعطيات هي كارو ثواني إجن نقطة مهمة جدد تعاطي الإعلام لا الرسمي ولا الخاص ديال المغرب إجن تقصير هام قران مثلا الجارة الإسبانية تقاد نشرات استثنائية على مدار الساعة في التلفزيون في الراديو تصاورند ما غاسن غير مريتش تقتدني تثوث سبعة نقص تضرر الزلزال المغرب والو تراجع حتى لوحدة قلابة يعني حتى منين تجيرث سعد انت تخبر ثانوي وانت اللي تقصري عليه في الاعلام شخصيا انا كثير حار بزاف اميات تجير في النيميان الزلزال انا تقريبا شي ساعة تمية في الزلزال بدات الشوارع عمان زينات يركوا قلت لهم ايش على الراديو تفاوت مع بعض الاذاعه تمية وطنية مغربية سوار ان المعهد الجيوفيزيائي الامريكي يعلم كيفاش نهز الزلزال يقول لك 6.3 لا جو مريض 6.3 جنوب شرق مدينة مالاغا تما شي تصنف جنا راديو المغرب يسوار يسوار انا فمن ملي نصرح لهزاني سخيس هزاني سخيس والسين نشير والسين والسين شي والسين الجيوفيزيائي الامريكان سجل صغير سرح بزاف قرص كيفاش شقه ذا تما الحسيمة الناظور كداش هزينا ثقه انا جنوب شرق مالاغا ذا هو فعلا يرجع التقصير حاول الناس تدرك انا من بعد ولكن يجيو نفس الشيء سي حميد بالنسبة تما مرمي تنهيزا صافي تيري تنهيزا تما اذا قلت تما النصائح حيتاش ان نحاول ما امكن تما ونظر شي تما ما بغيتش ما كانش نضرب امين كان ماشي ميسوك الشوط جنينات نغد ما امكن مزيت تما نيري شويه واقعيه يجي الانسان يتحكم كاع في ناس تما يمكن نقول الزاميه سيني لا غادي بدا يجي الانسان تما يتحكم كاع في ناس نغد يمكن غاس الام غاس طاوين سكيل بيت نظام هنا صح سيني غير ان تما الحركه في النير معناتها تولي تلقى مشاكل حتى حتى زم الطواق زم الطازم زم الواجهه الا ما راه كوليسيون وخان زرع الورده تما اربعه نضوم زيد واش تما راه حاليا صداو اغلب الاصابات وقعت في حاله الهروب من بعد الزلزال يعني خصها ضروري تما لان غرق تخوف شخصيا شعي تخوف يعني ان ولد رميت شيء زي 2004 والسن غمان رميت روح زي 2016 بزيد تما نعمر ما غنحس بان قرار هي ايه يعني وقع الزلزال الزلزالية تما مرقنا مهيئين وجوا دينا خلو تما وكاين الضحايا سيرو الناس قد جن دول ممكن توقع الضحايا ولكن تما انسخف في عدد الضحايا يمكن من جيرا 2004 قبل 2004 رانجا مهيئين يمكن تفهم مثلا موت شي شتي سي حميد نتشكر صوتك تلقاني في الدعوات نتشكر عاود كل المعطيات اذا نقت في ذاك الموضوع وانا تيجي جن وقت الجيرا حدا جيثنت خليت الساكنه المنطقه ناري في حدا جيثنت هذا نيتي دايرين ضد النهايه الحلقه من برنامج وانيتي نشكرش مصوتاتك المتابعة لكم نقراكم مراكم شي مقترحات مواضيع زمان دخلتي تسكم بالبريد الإلكتروني للموقع riftoday@gmail.com شكرا مرحبا.